جديد للعملاق الصناعي الياباني مجموعة سوميتومو لأنظمة الأسلاك التي تدخل في صناعة السيارات، يعد الثامن من نوعه في بلادنا، وهو يشغل 1400 من بين 5000 شخص تشغلهم المجموعة في 3 وحدات بالدار البيضاء و16 ألف شخص في كل الوحدات بالمغرب. ومجالات الإنتاج تهم الأسلاك الكهربائية والألياف البصرية والمنتجات التكنولوجية الخاصة. هذا المعمل الإيجابيات هو أنه معمل إيكولوجي بالنسبة للمجموعة. قمنا باستثمار في المصابيح ليد، قمنا كذلك باستثمار في الفيلم التي يقوم بالحد من دخول الأشعة الشمسية وبالتالي النقص من استهلاك الكهربائي. هناك نظام جديد للألواح الشمسية في طور التجربة، وإذا كانت النتائج إيجابية فمجموعتنا ستطلق تسويق هذا النوع من الألواح الشمسية بالمغرب. ومستقبلا تطمح المجموعة اليابانية التي تراهن على مناخ الاستثمار الواعد في المغرب في تعزيز مكانتها بقوة في قطاع صناعة السيارات سواء الشخصية أو النفعية وكذا العربات الصناعية، وترى في المغرب أرضية حقيقية للتصدير إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. يمكن رونو هما كيصدروا هاد لي كابل اللي كيصوبوا في المغرب كيصدروهم، وبدون شك إلا كانوا دي كونستركتور اخرين في المغرب من غير رونو غادي يكون لهم سوق جديد اللي غادي يمكن لهم يحلوا فيه بعض المشاريع في المستقبل اللي تكون عندها قيمة مضافة أكثر وتشغل لنا المغاربة إن شاء الله بقوة أكثر. ولأجل ذلك ففرع المجموعة بالمغرب يوجد في حالة انتقالية ويتجه للتحول من مصنع متخصص في تركيب الكابلات الكهربائية إلى مقاولة منتجة بشكل منهجي لباقي مكونات صناعة السيارات.